السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي عم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز وعلي بن شيخ، وين يتمنى يعني واحد يتمنى راه متمني رياض محرز باش يدي تشامبيونز ليغ، وين وينافس على الكرة الذهبية. يعني وين شاهدنا كيفاش رياض وين بالشيخ وين كيفاش كان انبهار تاعو اتجاه رياض محرز والمنافسة على الكرة الذهبية، وهذا شرف لينا، شرف الجزائر، شرف لكل جزائري. يعني وين رياض محرز تحس روحك انت راك تلعب، لازم تشجيع، يعني تشجيع لرياض محرز مهما كلف الامر. نكونوا كاع مع رياض محرز ان شاء الله بربي. اليوم كل قلوب يعني الجزائريين مع رياض محرز، هذه حقيقة. احنا نعقل لنا 87 الناس كاع فرحة ماجر من دات تشامبيونز ليغ. اليوم فانيك لازم نتبعوا هذا اللعاب ويروح بعيد ان شاء الله بربي. نسمعوا غارديولا يؤكد بانه التاهل لم يضمن بعد لمانشستر سيتي اللي راهو على ابواب او لنقل خلاص، يعني تقريبا توج بالبطوله، بطوله الدها الانجليزيه، الا انه تحدث باسهاب عن رياض محرز وقال يملك شخصيه قويه في المباريات الكبيره. ما الذي تغير حتى فرض رياض محرز نفسه مقارنه ببدايه البطوله، اين كان محرز في كثير من الاحيان لا يلعب باستمرار في ناديه مانشستر سيتي؟ والله انا كي نسمع كلام هكذايا تاع جرون ترينر باري مع غوارديولا نفرح على الكلام هذايا. انا تكلمت عليه وكي كان محرز في لي مومون اللي يدخل يخرجوا ما كانش مليح وكذا، كنت نقول بلي محرز يدوا سيمبوزي، il doit s'imposer non seulement في اللعب لا فاصون جوي تاعو، هذيك تاع اللي كان يحكم ويرجع اللور هذيك لازم ينحيها، خاطر ستيرلينغ ما كانش يديرها. ستيرلينغ كان يحط شخصيته يدري بيه، خطرات يروح له باو، خطرات يسجل، خطرات يعطي لصحابه، سي سا امبوزي سو فير ريسبكتي. ولكن ستيرلينغ الان راه في الاحتياط. لا ما شوف، هما كلمه الاحتياط ما تزيدش تقولها، خاطر يدور ليكيب، هو يدور ليكيب، باينين شكون تاع الاحتياط اللي يطولوا باينين. مي دركا شوف لا لين داتا كاع، ستيرلينغ، محرز، فودان، دي بروين، الميليو تيران سيلفا، كاع تيتولار، لاكس سونترال، سي دي تيتولار بارونتير، لاريير غوش، البرتغي هذاك شنو اسمه، بلوس هذاك، بلوس لو بلون تاع لوكر، هادو كاع سي دي تيتولار دوان، سي دي تيتولار. وشنو غوارديولا البارح روبوزا ستة أو سبعة، صح؟ سبعة، أغويرو دخل لعب، أغويرو سجل، بصح. لي ديرني طون هادوما دوك صافي ان بون مومون وين محرز ولا ياخذ مسؤوليته، ولا يحكم بالون، ولا يراوغ، ولا يدير لي سلالوم تاعو، ولا يمد دي بال دي باس ديسيزيف، ولا يتيري باش يسجل، بارفوا تروح بارفوا تدخلوا. لو ريسبي تاع لي جوار امبوزا روحو، يعني امبوزا روحو. دركا وين تفيق بلي امبوزا روحو؟ في ان ماتش باري مع البي اس جي وين يحط البالون دي بروين، اللي دي بروين خرج ميرو مسير تيرا، حط البالون ويجي محرز، ماشي غير هاد الكوفرون، با مال دو كوفرون، يقول له حط وكذا، ولاو يسمعوا له او ميم نيفو، اي سي مي بشخصيته باللعب تاعو، باسكو لو جو هو اللي امبوزي لو ريسبي. كاين بزاف اللي يقول لك يلعب اكس ولا ايكغيك تيتولار، مي تي دوا تيمبوزي. دركا محرز سي تيمبوزي ولا ميم نيفو كي هو كي دي بروين كي ستيرلينغ، دركا او تيتولار نقولوا ابارونتير كيما صحابو، باسكو كي ريبوزي تو الموند، ما فيهاش ان رومبلاسون. يتجه نحو الحصول على رابطه ابطال اوروبا ويكون ثاني جزائري بعد ربح مانشستر ان شاء الله. يديوها ويخرج هو الدوزيام، بوركوا با ان اوتر جور يجي ان تروازيام وهي رايحه، سي وليه مليحه تزيد تطلع له في البالمارس تاعو في الاخر تاعو، دونك سي اون بون شوز، راهو يفيد دو كرون ماتش، سي اون بون شوز. سولمون بزاف الناس غالطين، خاطرش كاين اللي ما يعرفوش بالون، مي يشوفوا يتعلموا واش عليه مليح يتعلموا. بروميير ميتون سيتي مع البي اس جي، سيتي ميكونيسابل، صح؟ ما كانوش سيتي،
c'était le PSG qui a fait le jeu. Football, les Indules, Guardiola, Darum, Dars. Le Dars, ce n'est pas X, l'Amléa ou la Y. Le seul qui est ici, il est de Bruyne. De Bruyne, il est en train de se faire. 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 C'est leur pondeur, Guardiola, le coaching de Taou, c'est le calme de Kaloulou. بصح دوزيام ميطون بدات الوقت تغيرت المعطيات ولات سيتي ولات كاع الدور كاع اللي كيف شفت ولاو غارداو البالون ميتريزاهم اكيلاو البي اج الداخل فريق واحد كاع من محرز حتى الفودان كاع من بعد ولاو كاع دارو باسكو ما تنجمش ليكيب كاع ما كاش واحد يدور ينجم يبان بصح يسولفرا دي ديفيكولتي صح وهذه نورمالمون علاش مليحه ليه المحرز لان لي ماتش هادو لي كرو ماتش كاو يلعب الاز او سيمبوز بوكو بلوس مليحه المورال عنده كبير سيرتو لافنير اللي بقاو له مليحه ليكيب ناسيونال خاصه مليحه ليكيب ناسيونال باسكو يولي اونكور يلعب بلوس سور اي سي تي بون جوز ونتمنى له يديها ان شاء الله يفرح حسين راشيو خاصه انه من الناحيه الدفاعيه شاهدنا انه لعب ايضا دفاعيا كان يرجع من اجل نعم رضوان شوف لو كان نشوفوا كانت لقطه مهمه في اللقاء اللي نحاها في 6 امتار نحاها نايمار ويعني دخل معاه يعني في ان ديال وخرجها بلا بوان دي بي كان قادر نايمار لو كان ما جاش محرز من وراء شوف حبيت نقول لك حاجه مهمه رضوان نعم انا نقدر نقول الكوتي اوفونسيف كان محرز مليح فيه وكان يدخل ويسجل ونشوفوه ما يلعبش مباريات اخرى انا نظن غوارديولا علاش زاد هضر وهضر على لاغريسيفيتي هو كان يحوس بزاف ابري لا بير دو بالون كنا نشوفوا محرز كان يغيس ما يرجعش بزاف كان يدير دي زيفور بزاف ويعيا ومن بعد اوفونسيفمون ما تكونش عنده هذيك القوه باش يدير واش يحب دونك محرز انا نقول الى بروغريسي فيزيكمون ثاني بيسكو ولا يدير العمل الدفاعي والعمل الهجومي باحسن صفه وهذا الشيء وزاد في لاغريسيفيتي تاعو ولا يدافع ولا يعاون الفريق ولا ميم اوفونسيفمون بلو ريسبونسابل ياخذ يعني المسؤوليات تاعو وشفناه هو شوف غوارديولا فادي حبيت نقول بلي حاجه مهمه غوارديولا ريسبكتي لا كونكورونس منافسه باش الفريق تاعو دائما يبقى حي ويريسبكتي لا فورم اكطوال دي جوار غوارديولا عنصري غوارديولا يكره المحرز ومن بعد يجي واحد يطلع شويه خير منك ويرماركي في زونطريمون انت تقعد وين راه محرز اصلا راه محرز قالك تجي داخل الستاد قالك لازم تقدم يا بنت خليك دائما تخدم دوك محرز لو كان يهبط شويه في ميفور يلقى روحه ما يلعبش وهي رايحه دونك ما عنده حتى واحد صاحبه ولا واحد يحبه واحد ولا واحد ما يحبوش مي هو مصلحته دائما يدي لي راه في اعلى مستوى باش فريق تاعو دائما يبقى الفوق محمد قاسي السعيد هدف رياض محرز ذكرنا بهدف امام نيجيريا في الدقائق الاخيره تقريبا ماشي نفس التوقيت على كل حال ولكن نفس المكان تقريبا شويه اكسونتري كوتي غوش والجميع كان ينتظر هذا الهدف بشغف يعني اصبح مانشستر سيتي الفريق الاكثر ربما انتشارا في الجزائر من حيث لا احنا نبغوا محرز تشجيع لا الهدف هذايا خاصه يعني كاين ناس كثير تكلمت محللين وين يقول لك الهدف هذايا كان خطا تاع الحيط البشري تاع بي اس جي كان خطا تاع البشري تاع بي اس جي حتى حاجه محرز حب يكونتورني المير ما كونتورناش المير تحل البالون جاز هدف جميل رائع ماذا ما نقولوا عليه اليوم انا محرز نقول لك عنده كاليتي وحده اللي هي الصبر انت في المقدمة تاعك قلت باللي كان عانى كثير حقيقة عانى كثير في بداية الموسم ما يلعبش ما هوش تيتولار ولكن الانسان صبر لاكاليتي تاعو هي الصبر ولما دخل اليوم نشوف محرز راهو يعطي مردود رائع حتى وين بيب غوارديولا يقول لك محرز ردني انشيني تصور لما مدرب يعترف بهالشيء يعني حاجه كبيره نتمنى له انا كمحب للعب الجزائري اللي هو محرز نتمنى له الفوز برابط الابطال ولما لا بتتويج بالكره الذهبيه العالميه فيفا ان شاء الله لان اليوم هو راهو
إذا لا سيدي مصنف راه مصنف راه في أحسن رواقي مرتبة الخاص تغرب توج توج بالدوري الانجليزي ميلك كاب ولا زاد رابطه الابطال نظن راهو في احسن رواق ولكن لو يديها ايضا دي برون ايضا يكون في رواق الاخر يكون هو كوارديولا باش ما يغلطوش الناس كي كان في الانترفيو تاعو كي قال لهم محرز رجعني انجيني زيد كمل لاسويت واش قال قال لهم البيت كي جاب بيت في لي مومون تاعك راس كاليفي مازال تكلمتوا على الهدف ولكن ورجعتوني انا غوارديولا جيني ولكن الميساج اللي جوزو صافي دير كو انا العام كاع وانا نخدم العام كاع وانا نخدم ودرت خدمه في المستوى ما راكوش تكلموا عليها كيما هدف كيكون في وقت ما باسكو شامبيونا هي اللي طويله وزيد حاجه واحده صعب طولكم